السيدات والسادة في هذا الحفل الكريم بمناسبة إقامة البطولة 12 بطولة كأس العالم للبليارد هنا في هذه المدينة الساحرة مدينة الغردقة عروس البحر الأحمر، وتحية لسيادة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر. ويادا لي سيادة المحافظ، لأن أنا طبعا أنا كإعلامي شرفت أكثر من مرة في إجراء حوار لإذاعة شباب الرياضة عندما كان محافظا لبورسعيد، وحقيقة دائما عندما أذهب إلى بورسعيد لا ينسوا أبدا سيادة اللواء جميلك وإنجازاتك وجهودك في محافظة بورسعيد، وأعتقد أن حضرتك أهل لقيادة هذه المحافظة العريقة محافظة البحر الأحمر. تحية أيضا لكل الذين يحضرون هذا التكريم، وأخص طبعا الجميع أعضاء الاتحاد الدولي والأستاذ أحمد سامح رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الذي ترعى هذه البطولة للعام العاشر على التوالي. يتقدم الآن السيد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر لتقديم الجوائز والدروع، والسيد الأستاذ أحمد سامح رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والأستاذ حاتم زكريا رئيس اللجنة المنظمة لهذه البطولة. أولا الدروع المقدمة من الاتحاد المصري لألعاب البليارد الأستاذ عمرو الخراطلي، أيضا نائبا عن رئيس الاتحاد المصري للبلياردو، يتقدم ايضا لتقديم الدروع والجوائز. ونبدا اولا بالدروع المقدمه من الاتحاد المصري لالعاب البلياردو، درع لسيد اللواء اركان حرب احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر. درع لسيد الاستاذ احمد سامح رئيس مجلس اداره مؤسسه اخبار اليوم. درع لسيد جان كلود ديبو رئيس الاتحاد الدولي للبلياردو الفرنسي. درع للأستاذ حاتم زكريا رئيس اللجنة المنظمة للبطولة. درع للسيد وولفغانغ ريكمان رئيس الاتحاد الأوروبي للبلياردو الفرنسي. درع للسيد الأستاذ حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سان رايز ورئيس غرفة السياحة، ويتسلمه عن سيادتي الأستاذ هشام خضر مدير فندق سان رايز جاردن. الدروع المقدمة من مؤسسة أخبار اليوم، درع البطولة لسيد اللواء أركان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر. يقوم بتسليم هذه الدروع الأستاذ أحمد سامح رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم. درع البطولة لسيد جان كلود ديبو رئيس الاتحاد الدولي للبلياردو الفرنسي. درع البطولة لسيد وولفغانغ ريتمان رئيس الاتحاد الأوروبي للبلياردو الفرنسي. درع البطولة لسيد محمد الفلاح رئيس الاتحاد المصري لألعاب البلياردو، يتسلم نيابة عن سيادتي الأستاذ عمرو الخراطلي نائب رئيس الاتحاد. درع البطولة لسيد الأستاذ فاروق برقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للبلياردو الفرنسي. درع البطولة للسيد الأستاذ حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سان رايز ورئيس غرفة السياحة، تسلموا عن سيادتي الأستاذ هشام خضر مدير فندق سان رايز جاردن بيتش. الميداليات الموديل البطولة ومن مؤسسة أخبار اليوم للشركات الراعية لهذه البطولة بطولة كأس العالم للبلياردو الفرنسي، شركة رويال يتسلمها الأستاذ مصطفى الوكيل. شركة منصور شوفولية يتسلمها الأستاذ طارق فؤاد. شركة أولاد رجب يتسلمها الأستاذ السيد قاسم. شركة الحاول التجارة يتسلمها الأستاذ محمد الشافعي. المقدمة من محافظة البحر الأحمر، درع المحافظة للأستاذ أحمد سامح رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم
أقدم هذه الدورة طبعاً لسيادة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر. دعم المحافظة للأستاذ محمد القماح رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للبليارد وسلامة عن سيادته الأستاذ عمرو الخردي نائب رئيس. دعم المحافظة للأستاذ حاتم زكريا رئيس اللجنة المنظمة للبطولة. ميدالية المحافظة للسيد جان كلود ديبون رئيس الاتحاد الدولي للبليارد. ميدالية المحافظة للسيد وولفنانج ريتمان رئيس الاتحاد الأوروبي للبليارد. كل سنة طيبين وعوين إن شاء الله العام القادم البطولة 13 هنا أيضا في إن شاء الله كل عام بخير. السلام عليكم ورحمة الله.